وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم. دولة شعارات وضحوكة العالم تبهر العالم من جديد، وجبون طلق الأبواق ديالو باش يخرجوا واحد المقولة أن الجزائر مستعدة لإعمار تركيا وسوريا. تخيل دابا انت تركيا بالهايلمان ديالها غادا تسنى الجزائر هي اللي تجي تبني ليها وتشيد ليها وتعمر ليها ما خلفه الزلزال، على اساس ان المواطن الجزائري وصل المستوى اللي كيعيشوا القطري والاماراتي والسعودي وغادي هما يبداو يشيدوا للدول. لا حول ولا قوه الا بالله. وحنا غادي نشوفوا واحد المواطن فرنسي ما يقارب واحد 3 أسابيع زار مدينة وهران. احنا كاملين كنعرفوا ان وهران مدينة معروفة في الجزائر، وملي غادي تشوف هذا الفيديو غادي تزيد تشكر داك المغني اللي قال يا وهران راح تخسارة. نشوفوا الفيديو اللي سجلوه واحد مواطن فرنسي. من دو لا بلاس دارما je dirais un petit 15 minutes et c'est ça qui me rend triste vraiment pour l'Algérie et les Algériens, c'est les déchets quoi, c'est vraiment très triste, mais bon on va pas en parler tous les jours. Ils le savent très bien, la plupart me l'ont dit que c'est un gros problème ici. Il faut faire l'impasse sur ça et justement profiter des bons côtés de l'Algérie, c'est-à-dire des gens, de l'accueil, de l'hospitalité, des sourires, des partages. Salam alaikum, ça va bien la baisse? Ouais. Vous voyez ces sourires, choukran, merci beaucoup. Oui. Vous voyez, moi ce que j'ai pu remarquer avec mon œil de voyageur et de touriste, hein, bien évidemment je ne suis pas d'ici, c'est qu'on alterne entre des habitations assez modernes, des infrastructures coloniales, on va dire, surtout à Oran, qui a une grande histoire, un grand passé avec la France, mais aussi avec des infrastructures... Attendez, désolé, j'ai été interrompu par les deux petits gamins qui me demandaient ma chaîne YouTube, trop mignon. Donc je disais, on alterne aussi avec... Des infrastructures où bah, vous voyez qui malheureusement sont en mauvais état quoi. Mais c'est la réalité des choses. Il faut montrer aussi un petit peu la vie sans filtre. Ce serait trop facile de dire que tout est beau, que tout est bien dans un pays quand on voyage. Il faut aussi montrer la vérité, le quotidien des gens en fait. C'est ça qui est important. Et voilà, je suis pas là pour parler de questions de politique ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour montrer la vraie vie des gens qui vivent ici, sans filtre, avec ma caméra et ma bonne Uber, comme toujours. Par contre, l'avantage, c'est qu'ici, au moins, c'est très calme par rapport au souk. On se sent bien, c'est très chill. On entend les bruits des coqs, on est plutôt bien dans ces petites ruelles, finalement. Parce que le souk qui est avec une caméra, c'est une sacrée expérience. السلام عليكم لاباس. تخيل ان هاد الناس مازال كيعيشوا لهنا في 2023 في الجزائر الجديده، وتبول ما شافش هاد الناس هادو وبشا يشوف الناس اللي في تركيا وفي سوريا. دوله الشعارات وضحوكه العالم كتخليك تضحك لدرجه انك كتسها واش هاد الناس عندهم عقل بالصح ولا عندهم شي حاجه اخرى. فنخليكم تزيدوا تفهموا مزيان مع لطفي الدوبل كانون. كيف العاده ما تنساوش لايك، خليونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. دروك نشوفوا حنا الهلال الاحمر هذه المديره تاعها تخرج بواحد الكلام، يعني الانسان ساعات يعجز يا خوتي كما قلت لكم. فوالا ابتسام حملاوي، الجزائر تبدي استعدادها للمساهمه في اعاده اعمار تركيا. هم يحبوا يتشخصوا هكا الميكروات دايرين كما شفتوا شتو اردوغان درك كانش ما حنا نموتوا على الميكروات والقنوات كلها تجي هي كلها لوغوات على قنوات تاع الدوله، الاذاعه الوطنيه، التلفزيون الوطني، ما نعرفش هي. وتصريحات الجزائر تبدي استعدادها للمساهمه في وش اعمار تركيا. نعاودوا نبنيو معاكم كان تحبوا تركيا نعاونوكم. نعم يا خويا العزيز، اعمار تركيا. وفي روايه اخرى كما يقولوا عن فلان قال هذه قالت تركيا في اللي وراها اخويا المخرج رئيس الهلال الاحمر الجزائري مستعدون للمساهمة في اعمار تركيا وسوريا. هيا زيدوا لكم سوريا كان زيد تركيا وسوريا ومستعدين لاعمار. مش مستعدين ده. ادي 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 نساتنا في تعتبون هذيك فلسطين خليوها عليا انا نحررها خليوها ما تكسروش راسكم ها مساكن في محنه كبيره. هذه تسمى قالت لهم اسكتوا خلاص. هذه ايش دخلها في الجزائر وزيرة البناء، وزيرة الخارجية، وزيرة
يعني مخ ساعاتي يعني مشني ضدها كشخص، لانه سمك يعني نقول لك شيء هذا التصريح، يعني احنا هذا تبهليل يا خوتي. نعم تشاركوا في ماشي مشكلة اعمار، انت يعمر بلادك، انت بلادك هي رايبه، راكم منكم بالصح ساهموا في اعمار سيدي قسنطينه وغليزان وغردايه ومستغانم وورقله وكل هاد المناطق اللي راهي تنادي. دابور هاد لا بيرسون اللي تهدر باسم حنا قادرين نساهموا للاعلام يتكلم عليها، شكون هي خاطش خيت شفاو عليها. شوفوا مقطع بركه باش نتفكروا شكون هي. تفضل خويا المخرج. الشعب اللي خرج في الطريق وفرح بالرئيس تاعو، الشعب اللي راهو في الكرة والمداشة ورئيس بوتفليقة هو اللي جاب لهم الأمن والأمان، وكل تهبط أنت تروح للدشرة ولا تروح للدوار في الجزائر العميقة وتقول لهم ما تنتخبوش رئيس، تأكد بلاهم راح يعرضوك. بمعنى لديه شعبية كبيرة الرئيس. كبيرة لا مزايدة عليها. ثلاثة، تضع صحة الرئيس، الرئيس صح متعب، بس صحته ديجا راحت في خدمة الشعب هذه الدولة. ثاني، صحته لا بعديك نسمع إنجازات الرئيس، إنجازات الرئيس. تهضر على صحة الرئيس، صحة الرئيس ديجا يحرك يديه، ينجم يمضي على المراسيم، رئيس يمكن أن يتكلم بصوت خافت لكن عودة خامسة مضمونة إن شاء الله. يعني ما عنديش الحق ندير لا سياس. عندك الحق. وعلاه؟ باختصار شديد لأن الفيديوهات كثيرة وتعرفوها، من أشد المدافعين ماشي على الوحدة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، الخامسة. بالسيف بوتفليقة لاباس بيه. شفاو عليهم من دوك الحكايات تاع او يحرك يدو، هادو هم اللي كانوا يهضروهم في التيلي. حكايات تاع يحرك يدو تكفي، راهو يخمم بعقله مش لازم يهضر، راهو بصحة جيدة، راهو الشعب كله يحبه، راهي كيما قال الدركة بوتفليقة هو اللي جاب لنا الأمن والأمان. بوتفليقة رمز الأمن والأمان، مازالوا بهذه الأفكار يا خوتي لليوم. دوك نحكي تفكروا هذه بوتفليقة جاب لنا الأمن والأمان، أم دوك نرجعوا لها مع تبون بعد جاب لنا الأمن والأمان. كانت تدافع على العهدة الخامسة يا خالتي، كي كان الشعب مسكين قلبه يرحي والمظلومين يشوفوا. حتى في الحراك قلت لهم لا سياسة تخرجوا على روحكم الصحة، تجيو متشروا ما نعرف شي هي. كي كان الحراك يعني مازال المبارك الأول، الحراك في الديبي. هذه يا خالتي من أشد المدافعين. كنا نشوفوا احنا وياكلنا قلبنا كيفاه الشعب مسكين مرمد، هما يحكيوا لنا على العهدة الخامسة. كانت هذه هي الممثلة تاع العهدة الخامسة تاع جماعة لفلان، هادي يجيبها لك تبون تولي الممثلة تاعك. حتى انت يا اللي فوطيت على تبون تقبل بهادي تمثلك وتخرج في الاعلام وش تقول؟ قابلين نديروا اعمار تركيا وسوريا. شكون انت؟ شكون انت باش شكون يعطاك الله غالب الدنيا برك يا خالتي، شكون يعطاك لوتوريزاسيون باش تتكلمي باسم الشعب؟ هادي كانت تسألوها احنا مش قاعدين نلوموا فيها، ولا شكون عطاك تتكلمي باسم الجزائر؟ الله غالب اللي خرج في كي كانت هي جماعة تهدر وتقولنا بوتفليقة لاباس بيه، كانوا دي جون ياكتيفي ويخي في انترنت. اليوم راهم في الحبس، هادوما رياحي وهادوما اللي تشوفوا فيهم اليوم ساكن في الحبس، وابراهيم الاعلامي وهادوما كل هادوما من الاوائل اللي كانوا خارجين وكانت تقولهم يزيكم الشعب يحبوا في الشر ويموت على بوتفليقة. تولي هي يحطها تبون لولا وتهدر باسم الجزائر واعمار، ويولي مسكين الحراكي اللي خرج في 22 فيفري اللي لانيفرساري قريب ان شاء الله، او مرمي في الحبس. هي هادي تلخص له كلش، يولي هو البوندي مسكين المجرم اللي في الوقت يشهد يا خوتي انه هادي كانت هي اللي تغزل في الشعب كيما نقولوا احنا، وتقول بوتفليقة لاباس بيه، وبوتفليقة قادر للعهدة الخامسة. رانا مش حتى زعما في انتخابات تبون ولا عيب، وتدور الدنيا وترجع هي اللي تمثل الجزائر وتهدر باسمك يا شعب، وتوقف هو والرجال وراها واقفة الله يبارك السبوعة واقفين هكا وهي تهدر باسم الجزائر. راه نبنيو سوريا ونبنيو تركيا وماشي مشكل، كيما درنا الشان نديرو سوريا تركيا ماشي مشكل. صافي مالو كار يا خالتي، بغض النظر عن اسكو قادرين نبنيو تركيا ولا سوريا والبلاد رايبه، هذه ديجا موضوع اخر. لكن لما هاد العباد مع كل احتراماتنا للاشخاص، احنا نحكيو على المواقف تاعهم، نحكيوش على شخص ولا الله يسهل عليها وربي يفتح عليها لكن الشخص اللي كان يجي في القنوات الاعلاميه ويبهدل فينا امام العالم ويقول لنا الرئيس المهم يحرك يده والناس تضحك على الشعب مسكين، يا شعب ساكت
هم قاعدين يقولوا الشعب يحبوه، ما كانش منهم يكذبوا، هم قالوا. طبعا نقابلها يعني أستاذ ضيف المغاربية معروف يعني إلى يومنا هذا ما زال ناضل، لكن هي ربلك هو رو ممنوع يدخل البلاد كما أي واحد كان يعارض بوتفليقة إلى يومنا هذا. وإلى يومنا هذا يا خوتي ما زالت هاد الناس تكرم من المجرم إلى الأبواق، تكرم يا خوتي. وإحنا على يعني كما نقول على مشارف 22 فيفري وما زالوا هادو يزيدوا يتقواوا أكثر في السلطة. كانت تطمع بالعهدة الخامسة، رأيت تتمتع بالعهدة الخامسة، بلك بدلوا لها الاسم ولكن رأيت تتمتع. ما عليناش، خلينا في صلب الموضوع برك، خلينا من هذه قلبنا كل محروق على خاوتنا اللي في السجون مساكن، اللي كانوا في الصفوف الأولى كانوا يتهجموا عليهم هاد الناس، اليوم مساكن رم في الحبس مساكن الحراكيين، وجاي وقتها والمغاربية راح تدير التغطية جوستمون وراي بداتها باش جوستمون ما نساوهمش هاد مخاوتنا طبعا، وإنما لكل مقام مقال. دونك يا خاوتي قال لك نبنيو سوريا وتركيا، يا خاوتي إذا حبوا تما ابنيو بلادكم برك، الشعب راه ضايع. يعني جبت لك فيديو يا تاع الهلال الأحمر، الناس يوم خرجوا تاع طولقة كانت تسمعي بها هذه في بسكرة، مستشفى سماوه السيركوي يا خاوتي، مرمدين مساكن رم ينتظروا في الإعمار ومتانا. هذه فيها مدينة بهذه طولقة برك فيها 70,000، عندهم يعني مستشفى فيه 24 ولا 25 سرير بور 70,000 بيرسون، صدق ولا تصدق 25 سرير. انتم سرير ما عندكمش، راح تديري لي اعمار تركيا وسوريا؟ تفضل خويا المخ نسمعوا واش يقولوا الخاوه في بسكرة. تفضل. عائلتي انا بعد دخلتها قال لي ما عندي ما ندير لك، روح راعي وانت ديها سيدها، ما عندوش نهارين من مات هم دفنوه الناس وسامع به ربع ساعة ولا 20 دقيقة بعد فاقوا به بالميت. اش معناها هذه؟ سمعتها في الخدمة تاعه ولا شيء؟ ما لا دورنا باب راي الله يستركم دنيا واخرة، ما لا طالبين والو، طالبين حاجة خاصتنا بنا. الشعب يا تبون طولقة تموت بصمت، لا ساي تموت. ها عليه رايح سوريا وتركيا اعمار، ها والصين قاعد يقول لك مش نمسامحين رانا ضايعين. عليه هاد ما نسميهش نفاق انا، لان ما نحبش نذكر هاد المصطلحات، انه الناس يعني تروح بين جانب المعنى العربي والديني، مش نحب ندخل في هاد. هام الناس قدامكم ساكن، سيد قال لك مات بعد وقت هك باش فاقوا به باللي ميت في السبيطار، مات مسكين ما لقاش حتى شكون يشهد له في سبيطار يعني اللي فيه العناية، الله فعل مات وحده، كون خليته في الدار وموا مع أولاده شهدوا له باسوه حضنوه، يعني حياته كاملة عاش باش يموت وحده في سبيطار تاع طولقة، ومن بعد كيجي مع الدين هكا يشوفوا بيه وش بيه ما يتحركش، مات مسكين. علاه وانت مديه سبيطار اللي فيه العناية، ومن بعد كتجيك تعليه تقول لك حنا مستعدين والميكروات نوع ها وهدم. علاه هدم كيما يقول هو ماناشنا عباد، ماناشنا جزائريين؟ علاه على الناس الاخرين تكتر وحكم مستعدون لاعمار تركيا وسوريا وغير؟ قولوا برك وهدم اللي قاعدين نساكن ريقهم شاح. وكون نبداو نحكيو درك على السبيطارات، هم الاخوه كل يوم يقولوا لي يا لطفي يرحم والديك اجبد على السبيطارات اجبد، اي ما تفضش يا خالتي. قلت لكم يعني شفنا اردوغان في السبيطار هذاك، هو ما بالكومباري مع السبيطار هذا اللي فيه 25 سرير، 25 سرير. شوفوا ديك السبيطار تما ما ما نقارنوش، نحشموا احنا هادم تجيهم هادي حمله وتقول لهم كي تحقوا الاعمار عيطوا لنا نجيو نديروا لكم اعمار. زي عبد الحاكم روحوا تما تسرير كيما انت 25 سرير مساكن، وتشوفهم في المطار هكا بالنواضر هكا توب جون، تقول سي بون احنا صاي بعتنا فرقه سي بون صاي احنا تعرفها كيما يقول كان مصطلحات ما يتقالوش بالادب، ما شنو نقول تاع تسخن تعرفها تاع تفور هك صاي احنا الاعمار وتمشي الاعمار يا تبون طولقة تموت بصمت. هم قدامكم الناس تحت الانقاض هبين وسيدي روحوا، ولا لازم يديروا وقفه ولازم يديروا نداء، وبعد كي يتهموهم في النشره وباللي راهم ارهاب وباللي راهم قالوا كلام زايد، ويصبحوا كيما المتقاعد الجيش باللي كونفوكاسيون راهو هدر كلمه وقاس الرايس وقال لهم تحاسبوه عند ربي
بصح نقول للناس هذوما الله يهديكم، يعني الله يهديكم اللي شكون تبعت رسالتك. ناس هادم اللي كانوا مدة كانوا يمجدوا في بوتفليقة للعهدة الخامسة، اليوم هم المسؤولين. تسمى مع شكون تهدر؟ تهدر سون برانسيب، تسمى ما كانش الدنيا مع الواقف. مع شكون تهدر تقول له درة إيمان؟ لا درة إيمان، يعني لسان دي العهد الخامسة كش ما بقات درة إيمان، كانش تجبد بالاسبيراتور ما تلقاش قرام. إيمان بالوطن، ما نحكيش على الإيمان والعقائد، وخلينا لسان العهد الخامسة ويقول لك معليش بوتفليقة حد شيء ويحرك يده وتكفي. وش من درة؟ ده موليكول، ما كانش موليكول صغيرة، مش درة، موليكول صغيرة خلاص هكا، كانش نوترون برك، النوايو برك، ما كانش. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف بعد نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.